والله بخاطري كرامي، بخاطر الكلام، انا بخاطري كرامي. يلا انا ابوك انتبه. بسم الله. سم سم سم، عطني ماء يا فارس. هم كذا يا دقيقه. انا عندي عتب شديد، انا عندي عتب شديد على فقره خذاكاش. ادري هذه فقره تعال سمي فقره الظلماء، ظالمين. نعم، لكن لهم ايام هم بيقولون لا احسنت ولا اسأت ان نسوي فقرات ونقدم. قدمتنا اكثر من فقره ولو ما طلعوها هنا ولا نبي طال عمرك. كلمتنا ابو حمود، قلت ابو حمود هذه ما هي بطريقه ولا هي بطريقه صح. سويت انا فقرات، انت قلت لا اسأت، قلنا اسأت. لا احسنت يا ابن ملحم، قلنا احسنت. فانا اسوي لي فقرات لايام ما شفتهم يطلعون. ما ادري هذه فقره طال عمرك، بس فقره طال عمرك يجون يدورون الاشياء اللي ما هي بزين، يذكرون الاشياء الايجابيه ما يقولونها. فانا عندي اعاتبهم عتب شديد بخصوص الامر هذا، ان نقدم فقرات ونتعب وجروب دعمنا يتعب، في الاخير ما تجون حتى كلمه شكرا ما تقولها لي يا ابو حمود. شكرا ابو عنزي. دقيقه، يا ابو عنزي وابو حمود وابو يوسف، هذه ما هي بطريقه صح. صح، انا اتكلم والله ما هي بطريقه صح. هذه فقره اسميها فقره الظالمين، ذولي ما يجون يعطون الحق، ذولي اسميها فقره الظلماء. ان شاء الله ما هم ظالمين. لا 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 بلا بس لا سوى محمد خطا ولا شيء بسيط كبروا سوى من حبه قبه. اخطا ابن ملحم سوى فعل طيب، كلمه شكرا يا ابو حمود يا ابو عنزي يا ابو يوسف، كلمه على الفقرات اللي يسويها. اقول لا اله الا الله، هب النيابه عنهم شكرا. لا ابيض له وجهك، لكن انا هم طيب انا يحق لي انا يا محمد مني. دقيقه قبل اسمع، انا يحق لي يا محمد كمتسابق يحق لي ادخل كفش الروم. دقيقه يا ابو مبارك، انا يحق لي ادخل في كفش الروم طال عمرك، ويجي يثني علي يقول شكرا ويقول ما قصرت يا ابو ملحم واستمر، عشان ابو ملحم طال عمرك يقدم فقراته وبيقدم فقراته لو في عزة مدح. لكن انا يحق لي ادخل كفش الروم. قول لا اله الا الله. دقيقه، انا يحق لي ادخل كفش الروم اتكلم طال عمرك ويذنون علي. شكرا يا ابو ملحم ما قصرت، قدمت فقرات، ابدعت، نجم. الكلام ده يحق لي انا مثل جميع المتسابقين. ما هي بطريقه صح يا ابو حمود ولا هي بطريقه صح يا ابو عنزي، وراجع الامر هذا. لا يعني لو سوينا خطا جو سووا من الحبه قبه، اخطا بن ملحم سووا بنفعل بن ملحم كذا، هاي بطريقه دي ما هي بطريقه صح. مشاركه ابو ملحم سم، هاي بطريقه. اول شيء يطول عمر السلامه، فانت رجال مديح، اخوياك يحبونك يمدحونك كل يوم. جعل ربي طول. انت في عاده انهم يمدحونك او يشكرونك، ما انت فعلا. انت رجال يشكرك الاعمال اللي تسويها او الكلام اللي تسويه، كل العالم يشكرونك عليه الا لك. الا النقد لا شكرهم، لا شكرهم بفيدك ولا نقدهم في. انت جبل، وين جبل؟ انا معلي. لكن هم ايش يقول ابو حمود؟ ابو حمود يقول انت سمعت يا ابو معجب يقول لنا اذا احسن الواحد قلنا احسنت صح ولا؟ واذا اساء الواحد قال اسات ولا؟ انا مخطي يا انس ويا ابو مبارك يا شباب. هم يقولون اذا احسنت واذا اسات. طيب انا يا محمد بن ملحم الفقرات اللي سويتها يحق لي يا اخوي طلعت عمرك هذه صوره ايجابيه للمشاهدين ولا انا مخطي؟ طبعا هذه صوره ظاهرة للمشاهدين يتابعونها يا ابو. كلامك صحيح 100%. صح كلامك صحيح 100% وانا اخوك. شفتوا؟ لا هم مخطي وانت كلامك صح. الشيء الثاني وانا اخوك، لا يصير همك خذكاش فقره تلتقي في يوم وليله. لو تخسر بقاله بكره الغاها. شفتوا؟ لا انت عليك من اللي تقدمه لجمهورك، هذا الشيء الاول. جمهورك يبي منك المزيد، كان من العموم الجمهور يبي منكم المزيد، يبي منكم الزياده، يبي منكم كل شيء. حلو ولا ان اشكروا خذها كاش، بنقول لهم بيض الله وجيكم، وان ما اشكروا ما اكمل من ملح. انا ما علي منهم، لكن انا اتكلم للمشاهدين. الصوره تظهر. دقيقه ابو صقر، كلامكم كله مسموع هي للمشاهد. الحاجه اللي يسويها محمد بن ملحم ايجابيه، فتظهر للمشاهدين انها بشكل ايجابي. الامسيه شيء ايجابي، المبادرات شيء ايجابي. وش معنى لو سوى محمد بن ملحم خطا بسيط مثلا، لو كسر له قزازه ما كبروه، هو بن ملحم كسر، بن ملحم ممتلكات القناه لعب فيها ذعف فيها. لا، بن ملحم سوى طال عمرك، اذن على بن ملحم طال عمرك قدام الجمهور يعرف بن ملحم، طلع الشيء الايجابي. شوف الجمهور عليك بالايام، ما علي انا من انا ما علي انا خذها كاش كل ابوهم على راسهم من كبيرهم لصغير. لكن انا طلع الشيء الايجابي محمد، مع ان احترم لكن طلع الشيء الايجابي محمد. صوتك وصلهم ان شاء الله، هم ما هم قصدي اعرف. تكلم يا شباب، عندي موضوع بتكلم. تكلم يا ابو عن موضوع انسحابي قبل شويه من الفقره وكلام عبد العزيز وكلامكم والموضوع اللي صار بشكل